هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اسي مابل، دنتالي، حلويات الآغا. عودة مسلسل حرائق السيارات إلى مدينة ترولهاتن، والشرطة تعتبرها جرائم متعمدة. مقترح جديد يقضي بسجن الآباء والأقارب الذين يتشاجرون أو يتصرفون بعنف أمام الأطفال. مرحبا بكم. شهدت مدينة ترولهاتن الليلة الماضية إحراق العديد من السيارات في حوادث تعتقد الشرطة أنها متعمدة. ووفق تقرير للتلفزيون السويدي، فإن أول إنذار وصل للشرطة كان قبل حلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وبحلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل تم إحراق 8 سيارات أخرى بالكامل في 3 مواقع مختلفة بنفس المنطقة. وتقول الشرطة إنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى شهود عيان عندما وصلت إلى مواقع الحرائق، فيما لا يوجد لديها حتى الآن مشابه بهم. من المتوقع أن يحصل مئات الآلاف من السويديين والمقيمين في مناطق من شمال وغرب البلاد على تخفيضات ضريبية العام المقبل، حيث سيصبح ذلك أمرا واقعا بمجرد موافقة حزبي الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين على الاقتراح في مفاوضات الميزانية. وتبلغ قيمة التخفيض الضريبي 1650 كرون سويدي في السنة للشخص، والتي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، وهو جزء من مقترحات حزب الوسط في مفاوضات الميزانية بين أحزاب اتفاق يناير. وسيؤدي التخفيض الضريبي المتوقع إلى خسارة الدولة 1,035,000,000 كرون سويدي سنويا على شكل إيرادات ضريبية منخفضة. رحبت أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي بمقترح قرار يقضي بتجريم الأقارب أو الوالدين الذين يقومون بمشاجرات أو ممارسات عنيفة بوجود الأطفال. وتضمن مقترح القرار أن تكون عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة أقصاها سنتين، وقد تصل إلى 4 سنوات بحسب درجة العنف الممارسة بوجود الأطفال. هذا عدا عن حق الطفل بالحصول على تعويض من الجاني بصفته مدعيا في المحكمة. واعتبر المحقق الحكومي المسؤول عن هذه القضية أن الأطفال الذين يشهدون على عنف الوالدين أو الأقارب اعتبرهم ضعفاء ومحتاجين للحماية. تعاني بيئة العمل في مجال الرعاية الصحية السويدية من أوجه قصور كبيرة، وفقا للأرقام التي أحاطت بها علما صحيفة داغز ميديسين المتخصصة بالقطاع الصحي في البلاد. وحسب تلك الأرقام، فإن عدد الإخطارات والتقارير التي رفعت إلى هيئة بيئة العمل السويدية من الخدمات الصحية كانت كبيرة خلال النصف الأول من عام 2019، ومن المتوقع أن تصل حتى نهاية العام إلى أكثر من 70 إخطارا، وهو ما يمثل ضعف عدد الإخطارات السنوية التي تم تقديمها كل عام منذ سنة 2015. ومن المعروف أن الإخطارات تصل إلى هيئة بيئة العمل عندما يفشل ممثل السلامة في القطاع الصحي وأرباب العمل في المشافي والمراكز الصحية في التوصل إلى اتفاق على الحلول لمشاكل تعاني منها تلك المراكز والمشافي. أعلنت مجموعة ساب للصناعات الدفاعية السويدية عن تعيين ميكاييل يوهانسون رئيسا جديدا لها، حسب بيان صحفي صدر عن الشركة اليوم، وذلك خلفا لهوكان بوشكي. ويشغل يوهانسون منصب نائب الرئيس في شركة ساب منذ أكثر من عامين، ولديه خبرة طويلة في الشركة، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في 23 من أكتوبر القادم. وفي تعليقه على قرار تعيينه، قال يوهانسون إنه يتطلع إلى تحسين الربحية والتدفق النقدي للشركة ومواصلة الاستثمار في التحول التكنولوجي السريع وتطوير مشاريع تعاونية مع الشركات الأخرى.
قررت إيران إطلاق سراح 7 من أفراد الطاقم الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو، والتي تعود ملكيتها لشركة سويدية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة ستينا إمبيرو التي تملكها شركة سويدية يوم 19 من يوليو تموز في مضيق هرمز بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إبر إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق. يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية ناقشت موضوع الناقلة مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال زيارته الأخيرة لستوكهولم. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي مابلر، دنتالي، حلويات الآغا.